علي السلام تفضل. عليكم سيد. عليكم السلام. سيد أني يعني شوية موضوع يراد له خلق من عندك. أنا عندي خلق، تفضل. الله يسلمك سيد. أني كنت مرتبط بفد بنية. بلي. وهاي البنية ارتباطنا يعني موجود، يعني الأهل يدرون به والطرفين يعرفون بالموضوع. بلي. فسيد الموضوع يعني بعدين تطور انه قالت تجيها احد، تجيها قسمه، تجيها ناس، وانا اقول لها انه ارفضي ارفضي لان كان عندي ظرف، فهي صبرت وياي على هالظرف. انتهى الظرف اللي عندي، استقرت الامور. فمن اجوا اهلي يريدون يروحون، اهلي تفاجئت بهم انه والدي يقرا قران ويصلي وامي تقرا قران وتصلي، اجوا ورفضوهم بسبب فقر حاله. من رفض؟ واهلي يعني والدي ووالدي. هم رفضوا البنية لو البنية رفضوك؟ ايه لا اهلي رفضوهم بسبب فقر حالة اهلها ووضعيتهم وسكنهم ما ولائق يعني. انت تقول انه انا كنت مرتبط بها واهلي واهلها يدرون. ايه كذا يدرون شلون يعني بعدين من تجون تريدون تخطبوه يقول لا ما نريدها شلون؟ ايه هو هذا السيد هنا المشكلة. يعني واهلك كان يدرون انه انت سوي علاقة ومو مهم انه تتزوجها لو ما تتزوجها، هاي شكل يعني؟ لا يعني ينتظرون انه بالمستقبل ما يعرفون انه الظرف هيك راح يكون. السلام عليكم. فالان شنو سؤالك حبيبي؟ سؤالك؟ السؤال سيد انه يعني الموضوع هسه اللي انا بيه انه انا شنو الاشكال اللي علي انه اجتها قسمه ورفضت بسببي، والموضوع هسه اللي صار يسوى اهلي يرفضون بسبب يعني فقر الحال او الوضع علي الحمطي. علي يبين انت ولد مؤدب، يبين عليك ولد مؤدب. الله يسلمك. من كلامك وطريقتك والان سلامك ويا الناس سلام حلو كان، عليكم السلام ورحمه الله، يعني ولد مو واحد هالشكل طايش. الله يسلمك. انا هيك افتهم فاقول الان يعني طبيب وهي طبيبه. احسن. هي يعني بنيه جديره بالزواج، بنيه مؤدبه محجبه. هم نفسهم اهلي سالوا قالوا سالنا عليهم البنيه واهلها قمة بالأخلاق. جيد، فأنا إن شاء الله أتكلم مع والدك والدتك، يعني إذا يسمعوني أو أنت المقطع هذا أخذه سمع والدك والدتك، عسى الله سبحانه وتعالى يهديهم إن شاء الله تعالى. علي يقول أنا مرتبط ببنت وأهلي يدرون وأهلي هم يدرون، ولكن لما صار يريدون يخطبوها أنا منعت أن يخطبوها، يعني قلت لها لا تقبلين إلى أن أنا إن شاء الله أدز أهلي. يقول من أرسلت أهلي؟ أهلي قالوا لا هاي مو مناسبة لنا ومن عائلة غير على حال مستوانا. أنا كلمتي مع أهل الأخ علي، شوفوا يا آباء يا أمهات، أنتوا كنتوا تدرون أن ابنكم مرتبط بفتاة وسكوتكم عن هذا الارتباط يعني كنتوا راضين، ورضاكم أعطى للولد أمل على أن يقوي أواصره ويقوي علاقته ويمنعها من أن تقبل بالخطاب اللي يخطبوها، عسى يوم الأيام تتحسن ظروفه ويروح يخطبها، أليس كذلك؟ أسألكم يا أبو علي ويا أم علي، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك فشنو المانع أن تقبلوا بزوجة إلى ولدكم؟ شنو المانع؟ المانع دينها تقولون متدينة، المانع حجابها تقولون محجبة، المانع أخلاقها تقولون خلوقة، شنو المانع؟ المانع لأنه بيتهم مو خوش بيت؟ يعني تعبان؟ أو أنه سيارة ما عندهم أو سيارتهم تعبانة هذه؟ هل تعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يتكلم عن قضايا الزواج وقضايا تكوين الأسرة كان يتكلم عن عنصرين مهمين، الدين والأخلاق، الدين والأخلاق فقط. فاتقوا الله يا إخوان، هذا ابنكم ما أقول صحيح أنه سوى علاقة وارتبط ببنت، هذا قد ما تكون المقدمة صحيحة، المقدمة خطأ، أن واحد يكون علاقات بهذه الطريقة مقدمة خطأ، بس النتيجة ليش أنتوا تخلوها نتيجة خطأ أيضا. تعالوا اتقوا الله وفكروا في مصلحة ابنكم، لا تفكرون بمصلحتكم، والله أنا سمعتي وشلون أبوها ذاك مو بوزني، شنو الوزن؟ الوزن شنو؟ مستوى شنو؟ مستوى الإنسان مع الآخر الإيمان والإسلام، الإسلام المسلم كفء المسلم، المسلم كفء المسلم، نحن أكفاء في مسألة الإيمان والدين، لا تروح القضايا
والله الفلوس والأبهة هذه بعيدة عن الإنسان المتدين. الله يبارك إن شاء الله.